بزاف ديال لي مامو كيلاحظوا ان وليداتهم كيديروا اخطاء املائيه في الدفتر، كدائما كتقول كنخاصم على ولدي كنخاصم على بنتي حيت كدير الاخطاء. الوغ قبل ما تخاصمي عليه اول حاجه غادي تمشي عند الاستاذه ديالو، غادي تشوفي لومبلاسمون ديالو في القسم فين جالس، واش جالس القدام اولا جالس في الوسط اولا اللور. علاش؟ باش تعرفي المسافه بين لونفون ديالك الطفل ديالك وبين السبوره. الا كانت المسافه بينه وبين السبوره بعيده وكيدير اخطاء، دونك هنا غادي تطلبي من الاستاذه ديالو جونتيمون تقول لها عافاك واش ممكن يجلس القدام غير اوموا واحد 24 ولا 48 ساعه باش نعرفوا واش دوك الاخطاء بيرسيست مازال كيديرهم اولا ما بقاش كيدير الاخطاء. دونك الا جلس القدام يعني قرب للسبوره وما بقاش كيخطا، هنا غنقدروا نشكو في اون ميوبي قصار النظر. دونك غادي تمشي عند لوفتالمولوج غادي دوزي لوليدك واش عنده قصار النظر اولا جوست كاين حاجه اخرى. الا كان قصار النظر ماشي مشكل كيتصلح بالنضدرات، سينو الا كان واخا كيجلس القدام واخا كان قريب من السبوره ومازالين اخطاء كيديرهم اخطاء املائيه، يعني فاش كيبغي ينقل من السبوره كيخطا، هنا غادي نشوفوا ان اورتوفونيست. يقدر تكون لو اون ديسليكسي ولا ان تروبل، ان تروبل بارمي لي تروبل ديس، اللي من الافضل انك ديري لا ديتيكسيون وتعرفيه من الاول ما حد السن صغيره ديال الطفل ديالك. الا كنتي شاكه في اون ميوبي يعني كيفاش نعرف واش ولدي عنده قصار النظر، يا اما كيكون كيقرب بزاف من لا تيليفزيون الا كان بغى يتفرج، كيقرب ليه شي حاجه الا بغى يشوف فيها، كيبقى جالس وكيكمش عويناته الا بغى يشوف في الحاجه، وبارفوا كيقول لك انا عييت ولا راسي تيضرني. هادو بعض الاعراض اللي كنشكو فيهم ان لونفو عنده قصار النظر. دائما من الافضل الله يعطيكم رضا ان الوليدات الصغيرين يبعدوا من لي زيكرون لي تيليفون ولي تابلت. بزاف ديال صحاباتي فاش كيمشيو كيدوزو عند اخصائي النظر عند لوفتالمولوج كيقول لهم وليداتكم تعرضوا بزاف لي زيكرون دوكو ولا النظر ديالهم كينقص، ولا بعض المرات كيقول لك عندهم الشوف مشتت. لذلك لي زونفون اباج من الاحسن انهم يبعدوا نهائيا من لي زيكرون من لي تيليفون من لي تابلت من حتى لا تيليفزيون، سورتو باش ما يتاثروش بلا ميوبي في سن صغيره.